السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، ونتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم رجعت معكم بفيديو جديد، غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله واحد المقشر او سكراب للبشره، يزيل الخلايا الميته، يبيض البشره، يوحد لون البشره، ايضا يقضي على التصبغات والكلف. وغنشارك معكم وصفه اللي غتكون مرافقه لهذا السكراب او هذا المقشر. هي عباره عن واحد الماسك اللي كيفتح البشره، تيقضي على التصبغات، وخصوصا وحنا في الفصل هذا ديال الصيف كنتعرضوا بزاف لاشعه الشمس. هذا الماسك تيوحد لك اللون ديال البشره، تيقضي على الكلف، تيساهم بشكل كبير في تبييض البشره، وتيعطيك واحد اللون موحد وكيبيض لك البشره ديالك. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا معايا المقشر وايضا الوصفه الرائعه اللي غادي نشاركها معكم، واللي هي واحد الوصفه حصريه ان شاء الله على القناه. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم، اي وحده شافت الفيديو دعمني باللايك، هكا كتشجيع ليا وكدعم ليا، كنجيب لك وصفات ناجحه ومجربه ومضمونه واللي كتعطيك نتيجه. وغادي ندوزو ان شاء الله نبداو الوصفه ديالنا. غادي نحتاجو البنات كيف ما كتشوفوا معايا البطاطا، يعني واحد الحبه ديال البطاطا اللي غادي نقشرها، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالها هذه الوصفه. بالنسبه للبطاطا راه زوينه بزاف البنات، كتبيض البشره وكتصفي البشره، وغنيه بزاف ديال الفوائد اللي كتساهم بشكل كبير، لا بالنسبه يعني لترطيب البشره ولا بالنسبه لتبييض البشره، كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف ونتيجه رائعه. وان شاء الله غتجربوا هذه الوصفه وغتشوفوا النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها من اول استعمال، تيبان لك الفرق. لكن الا داومتي عليها كتعطيك واحد النتيجه اللي رائعه بزاف بزاف. المهم البنات غادي نقشر هذه الحبه ديال البطاطا اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، سواء يعني البطاطا كانت عندكم حمراء او كانت بيضاء بحال ماشي مشكل، بجوج بيهم يعني مزيانين. من بعد ما تنقشروا البطاطا كيف ما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ الحكاكه تكون رقيقه البنات، وغادي نحكو البطاطا كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. من احسن الحكاكه تكون رقيقه هكا باش البطاطا تجيكم يعني رقيقه، فملي تحكوها او تبشروها في الحكاكه تحصلوا على بطاطا يعني محكوكه مزيان بهذا الشكل هذا البنات كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. الوصفة سهلة البنات، غير من المطبخ ديالك غادي تحضريها، لكن رائعة بالنسبة يعني لإزالة الكلف، سواء كان الكلف يعني قديم او كان جديد، هذه الوصفة هذه غتعطيك واحد النتيجة اللي مضمونة 100%. وان شاء الله غادي نجربوها كيف ما غادي نعطيها لكم، تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا ان شاء الله النصائح اللي غادي نشاركها معكم، واللي هي نصائح الا خديتوها يعني بعين الاعتبار كونوا على يقين ان البشرة ديالكم غتغير 180 درجة في مدة ديال اسبوع. وانا كنقول لكم يعني اسبوع فقط تداوموا عليها غتلقاو نتيجة اكيد 100%. المهم البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا كتحكوا البطاطا يعني بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي تشوفوا معايا المكونات اللي غنضيفوا ليها ان شاء الله باش غادي تولي واحد الوصفه اللي رائعه. وهاد الوصفه البنات مجربه مني شخصيا، اي وصفه كنجربها كنشاركها معكم. ملي كتكون عندها نتيجه، كاين وصفات اللي كنجربهم ما كيعطيوش نتيجه وما كنتقاسمهمش معكم البنات، لكن الوصفات اللي كنجرب وكيعطيوني نتيجه زوينة لا بالنسبة لتبييض البشرة او الوصفات اللي كنشارك معكم ديال الشعر، كلها وصفات اللي كنجربها اللي كتعطيني نتيجة كنتقاسمها معكم. المهم البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا دابا، من بعد ما حكيت واحد الكمية ديال البطاطا تقريبا واحد 3 معالق كبار، غنضيف ليهم الكركم البنات مطحون على اليد، كركم كتكونوا طاحنين نتوما على يدكم باش هكا يعطيكم نتيجة، لأن الوصفات هادو ديال البشرة ضروري ما تشريو الكركم وطحنوه، ما تشريوش يعني بودرة مطحون ديال الطبخ للبنات، لأنه كيكون مخلط مع مواد أخرى اللي تتحرق لنا البشرة ديالنا. المهم أنا استعملت هنايا واحد الكمية قليلة كيف ما شفتو معايا ديال الكركم، يعني راس معلقة تقريبا ثلث ملعقة صغيرة ديال الكركم، وغنخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا حتى يندمج ليا الكركم مع البطاطا. وحاولوا ما امكن انكم تسمعوا هذه الوصفه مزيان باش هكا البطاطا ما تبقاش
المهم تولي بحال الكريم تقريبا، ممكن كتمعسوها مزيان باش تطلق دوك الفوائد ديالها. ودابا من بعد ما خلطت الخليط مزيان، غادي نحتاجو الياغورت. الياغورت البنات زوين بزاف في تبييض البشره وايضا في ترطيب البشره، وهذه واحد الوصفه اللي متكامله واللي ان شاء الله غتجربوها كاملين وغتعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف واكيد غادي تشكروني عليها. المهم انا غنضيف هنايا واحد المقدار ديال ملعقه كبيره ديال الياغورت كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل، وكتبقى الكميه على حسب شحال استعملتي ديال البطاطا البنات. المهم كيف ما كتشوفوا معايا انا ضفت هنايا واحد الكميه ديال ملعقه كبيره، وغنخلط مزيان حتى نتحصل على واحد القوام اللي متجانس. لما تصفيو البطاطا تاخدو غير الماء ديالها ديروها هكا، راه كتعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. صافي تتخلطوا يعني الخليط بهذا الشكل حتى يولي لكم واحد الخليط اللي متجانس. ودابا غادي ندوز باش نعطيكم المقشر، وفي اخر الفيديو غادي نقول لكم كيفاش تستعملوا المقشر وايضا الوصفه اللي شاركت معكم الاولى. المهم تتاخذوا واحد الكميه ديال البطاطا محكوكه كيف ما شفتوا معايا، كتضيفوا ليها واحد الملعقه كبيره ونصف هذا الشكل. هذا هنا غنحضر واحد القماش او واحد سكراب للبشره تينظف لنا البشره يعني من الرؤوس السوداء، ايضا تيساهم بشكل كبير في ازاله يعني الخلايا ديال الجلد الميته، يقضي على التصبغات يعني واحد الماسك اللي كيعمل على تفتيح البشره وعلى ازاله كل الشوائب. كيف ما شفتوا معايا درت سكر ودرت البنات يعني سكر سنيدة او سكر حبيبات وقطرات يعني من زيت الورد. زيت الورد رائع في تفتيح البشره البنات، كيعطي واحد الاشراقه وكيعطي واحد النضاره وكيساهم حتى هو بشكل كبير في ازاله الكلفه البنات. وممكن البنات تضيفوا اي زيت مرطب عندكم الا ما كنتوش كتوفروا على زيت الورد او زيت الزيتون، ضيفوا مثلا زيت اللوز المر حتى هو راه كيساهم بشكل كبير في ازاله التصبغات، او ممكن تضيفوا حتى زيت الكوكو. المهم كل هذه الزيوت المرطبه مفيده للبشره. بالنسبه لكيفيه استعمال هذا السكراب، فكتقومي بوضعه على البشره ديالك وكتقومي بحركات دائريه يعني كتقومي بتقشير البشره. فهذا السكراب كيحيد الخلايا ديال الجلد الميته، تيعمل على تفتيح البشره وتوحيد اللون ديالها، وكيخلصك من كل الشوائب وحتى الرؤوس السوداء، يعني كيعطيك النضاره والتفتيح في نفس الوقت للبشره ديالك. كديريه مره حتى مرتين في الاسبوع. اما بالنسبه للماسك كتقومي باستعمال ديالو يوميا يعني بشكل يومي، كتقومي بوضعه على البشره ديالك كتخليه من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه وكتغسلي البشره ديالك. فهو زوين تيحيد الكلفه البنات، تينقي البشره كيصفي البشره، تيعطيك واحد التوحيد اللون ديال البشره ديالك، وزوين بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفات، وما تنساوش ترجعوا عندي التعليقات تخليوا لي ان شاء الله النتيجه اللي تحصلتوا عليها. بالنسبه لهاد الوصفات اللي شاركت معاكم لمده يعني اسبوع غتلاحظوا واحد التغيير كبير في البشره ديالكم. ولهنا نكون وصلت لنهايه الفيديو، شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفات جديده في امان الله.